أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من تفاعل نت نقدمه لكم من قناة المغاربية في لندن. الله أكبر، ما سعى حجاجها، لله قد جازوا المقام وكبروا. ماتت خلافات الجميع إذا نووا، كل الضغائن بينهم لا تذكر. لو عاد هذا الجمع قلبا واحدا لغد السلام على الأراضي يزهر. العيد هذا العام مختلف أيضا والحج مثله. تشتاق ساحات مكة لحجيجها والمسجد الحرام لمصليه والشعائر المقدسة للقلوب المتهافتة عليها التي حال دونها ودون السعي نحو تجديد العهد مع الله. وباء طال قليلا لكنه زائر لا محالة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. لكن العيد يبقى عيدا والحج حجا للمسلمين، كملتقى واسع يجمع مختلف أصناف المجتمع من دون النظر إلى أعراقهم أو مواقعهم أو حتى مستوياتهم الثقافية أو مراتبهم الاجتماعية. حتى أن الباحثين أجمعوا أن لقاء بشريا كالحج قد لا تعرفه أي مؤتمرات أو ندوات أخرى ولا تحصد مكاسبه الكثير من الملتقيات في العالم. وفإن كل قاصد للحج لم يدري جوهر الحج يعود من مكة بحقيبة ملأى بالهدايا ربما وعقل فارغ وقلب لم يتجدد. فأداء الشعائر، شعائر الحج، هو استعراض لعدة معان في وقت واحد، فهو تساوي بين الخلق، وهو تمظهر كبير للنظام والتنظيم، وهو عرض للوحدة وقيمة الوحدة التي تحتاجها الشعوب اليوم. نحن هنا نؤكد على أن الترتيب لهذا الأمر كان من منطلق حرص المملكة العربية السعودية الدائم على صحة الحجاج وسلامتهم وأمنهم وسلامة بلدانهم. أسأل الله العلي القدير أن يكشف عن هذه الأمة هذه الغمة وأن يعيد إلينا الحياة كما كانت في السابق. بينما ترزح أغلب الدول العربية نحو خطر الانقسام والتقسيم، وخاصة تهديد الشعوب بقبول الموجود، وإما فالفتنة والانفصال والاندثار ما جعل البعض يخاف حتى في أن يطالب بحقوقه الأساسية منها. يقول ناشطون: أصبحنا إزاء أنظمة تغامر وتناور بوحدة التراب الوطني خدمة لبقائها في الحكم. رغم هول ما حدث في سوريا واليمن والعراق وغيرها، لا تزال شعوب تلك الدول تقاوم لأجل الحياة بكرامة، وخاصة وأن عورات الأنظمة قد تكشفت قناعا تلو الآخر وتساقطت، وبقيت الشعوب دوما لا تخطئ
وتضحي بأرواحها لأجل الرغية الوطنية ووحدة الوطن. أي ساحة التحرير لما تناسب بس لك يا عراق هاي نفاسنا يا ضوانا ودول رفع راسنا ولو تصير الموت هم نختارك بين الجسر والساحة الوطن على جناحه رادوا يمسحون اسمي بس تثبت المساحة أهل الشعب يتسل وبكل هلال الأول وأنا القفل على الغيرة. في الجزائر خرج الشعب الجزائري واحدا موحدا على حين غرة فجأة نظام بوتفليقة، لكن النظام وإلى اليوم لم يستفق من تلك الصدمة التي أحدثها الحراك الشعبي قال ناشطون، ولا زال النظام يجابهه إلى حد هذه اللحظة. إيقاف الحراك بقوة القمع والملاحقات البوليسية للمواطنين بمختلف انتماءاتهم رجالا ونساء من مختلف المرجعيات والولايات جعل الجزائريين يشعرون بوحدة لا نظير لها، ويسمي ذلك حقوقيون الظلم أمام العدل أو توزيع الظلم بالمساواة بين جميع أطياف المجتمع، يخلق حراكا شعبيا موحدا في وجه السلطة دائما وذلك ما كان. الوحدة الوطنية تكر، هذا وش راني نرمز، احنا هما شعب، احنا هما مالين الأرض هذه، ما كان لا قبيلي لا عربي لا يديك لا يجيبك، احنا شعب جزائري لا أقل ولا أكثر واحد. احنا جزائريين ما كان حتى واحد يقدر يفرقنا، لا ما احنا شاوي وقبائلي ونايلي وجزائري ومن كل من كل يعني 48 ولاية جزائري وعلى هذا الراية. الحراك استمر لسنتين وما زال صامدا، توقف في العاصمة ربما بعد حملات اعتقال كبيرة تحدثت عنها المنظمات الدولية والحقوقية، وحصره النظام في ولايات منطقة القبائل قال محللون، ليتحول النظام بعد تنصيب رمطان العمامرة للحديث عن انقسام أو انفصال محتمل هناك، لكن الحراك في منطقة القبائل فتح أبوابه دائما للجزائريين الذين توافدوا من مختلف الولايات ليؤكدوا أن لا مجال للتلاعب بعناوين الحراك العظيمة كالوحدة والمطالبة بالتغيير لكل الجزائريين. للجزائر للجزائر نضحى الفدا في ثمن النوط نستنى سنسجن سكتوا رابنا قرام دي الصحراء غلاجة فصعي غير قزم دايمنا غزة في قلم الفافاتك مجسد ساد. ولكن لماذا النظام المتخوف من تحرك القبائل يكرر أخطاءه في الجنوب الجزائري الملتهب اليوم؟ تساءل متابعون، هل الجنوب أيضا يريد انفصالا أم أنه يعاني تحت التهميش والتفقير والسلب والنهب؟ لماذا تحاول السلطة تحريف الشعب ومطالبه الواضحة من بجاية إلى ورقلة والتي لم تطالب بغير الحرية والديمقراطية والعدالة والتنمية؟ أرادت السلطة حقا الحفاظ على النسيج المجتمعي للجزائر قال مراقبون، فإن ذلك لا يستدعي فلسفة كبيرة وتنظيرا لا طائل منهما، فالتمايز الصريح بين مناضل الأمازيغية في بعدها الثقافي اللغوي الذين أصبحوا بفضلهم الأمازيغية لغة وطنية دستورية
وأي حركات انفصالية أخرى واضحة للعموم. لذلك لم يكن ضروريا أن يسجن حامل الرايات الثقافية وغيرها ما دام صاحبها لم يدعو سوى لجزائر مستقلة، خاصة وأن الاستعمار الفرنسي لم ينجح في إضعاف ثورة الجزائريين، ثورة التحرير، بتقسيمات عرقية حاول اللعب على وترها. لذلك نجد شهداء العلم والتراب الجزائري والاستقلال ينحدرون من كل شبر من الوطن الكبير. التخطيط للثورة. مثلت الهزيمة المذلة التي منيت بها فرنسا في معركة ديان بيانفو في فيتنام سنة 1954 والمد الثوري القادم من المشرق حافزين مهمين لتأجيج روح الثورة في نفوس الجزائريين. لتبدأ مجموعة الست يتقدمها مصفى بن بلعيد التخطيط للثورة ووضع لمساتها الأخيرة في اجتماعي 10 و24 من أكتوبر من العام 1954. تم الاتفاق على إعطاء تسمية للتنظيم الذي سيتولى قيادة الثورة سياسيا تحت اسم جبهة التحرير الوطني، وتم تشكيل جناحها العسكري تحت اسم جيش التحرير الوطني. ليلة الأول من نوفمبر اختارها الثوار لانطلاق العمل المسلح، وتم تقسيم الجزائر إلى 5 مناطق عسكرية. المنطقة الأولى الوراس بقيادة مصفى بن بلعيد، المنطقة الثانية الشمال القسنطيني بقيادة ديدوش مراد، المنطقة الثالثة القبائل بقيادة كريم بالقاسم، المنطقة الرابعة الوسط بقيادة رابح بيطات، المنطقة الخامسة الغرب الوهراني بقيادة العربي. التنوع الثقافي والتعدد اللغوي الذي تحظى به الجزائر لا يقتصر على منطقة القبائل، بل يمتد إلى ربوع البلاد كلها من أقصاها إلى أقصاها، من الشاوية والطوارق إلى الشلح والقصور وشناوة وبني سنوس وغيرها، وهو ما يشكل عامل قوة واستنهاض للشخصية الجزائرية. ثراء عرقي لا يجب أن يبقى حبيس التخويف من الانفصال، بل وجب استيعابه وتوظيفه لصالح البلاد وتطورها. قال مراقبون أن السلطة في البلاد لم تفكر أبدا بشكل جدي في منهجية لاحتواء الجزائر كل الجزائريين بمساواة بقدر ما انتعش النظام دائما، من التلويح بفكرة ضرورة تقبلها كما هي بعيوبها، وإلا فالخراب والانفصال. شكرا. إلى فهرسنامة دولية لتقتضي حضور رئيس الجمهورية أنا مضطر نمشي، وإلا أنا نزور داخل الوطن قبل ما نزور الخارج إن شاء الله. لأني التزمت مع إخوان في الجنوب في الشرق في الغرب أنني سأزور ولايتهم دشرة بدشرة إن شاء الله إن شاء الله. الحراك ضرب دائما أعمق الأمثال، وأن لا أعراق في الجزائر مختصمة، ولا الشعب وجيشه مختصمان، ولا الشعب والشرطة في خصام. قال مراقبون خصام المواطنين واحد، وهو مع الاستبداد والظلم وعسكرة الدولة. لذلك كان الحراك رغم أصوات نشاز تدعو للفتنة والفرقة في صفوفه، ابتداء بالنظام الذي حارب الحراك عنوة وجهرا، إلى بعض الوجوه التي عملت على كسر صفوف الحراك من داخله بتخوين البعض لآخرين واستسهال تبادل الاتهامات، وهو ربما ما جعل الحراك أكثر هشاشة مؤخرا. لكن صوت العقل سيظل وسيضل كل صوت مضلل عن المطالبة بالحرية والاستقلال والتغيير الجذري، خاصة وأن العيد يعود عليهم هذه السنة بغابات محترقة وماء مقطوع وقدرة شرائية منحدرة وجبهة اجتماعية ملتهبة في الشمال والجنوب، ومئات المساجين منهم من قضى في السجن ومنهم من هو قابع في السجن لأكثر من 30 عاما.
حول العيد وحال الجزائري خلال أيامه، كتب في تدوينة له عبد المنجي خلادي: إطلاق سراح المعتقلين وتسمية ذلك بالرأفة هو المن على الأبرياء بالحرية، لأنهم عبروا عن آرائهم ومارسوا حقوقهم المكفولة دستوريا، ولا يزال في السجون أكثر من 200 معتقل. ناهيك عن الاستدعاءات والإيداعات اليومية، الحمد لله على حرية المطلق سراحهم والعاقبة لحرية البقية وللجزائري كافة، هكذا تحدث عبد المنجي خلادي. أما نور الهدى فكتبت: معقول كل هذه الحوادث صدفة؟ حرائق، انفجارات، أزمة الماء، أزمة الكهرباء في عز الصيف في العاصمة وباقي ولايات الوطن ما عدا نادي الصنوبر، وأزمات أخرى كذلك. ومع كل هذه الأزمات، رغم توقف المسيرات بسبب القمع والاعتقال، اعتقال نشطاء الحراك السلمي وتفتيش بيوتهم، لا زال مستمرا ومتصاعدا لأكثر من 300 معتقل، هكذا تحدثت نور الهدى. نمر إلى تدوينة شوقي بن زهرة والذي كتب: لماذا يجب الحذر من الأزمة المفتعلة بين النظامين الجزائري والمغربي؟ لطالما افتعلت الأنظمة أزمات مع بلدان أخرى لجعل الشعوب تلتف حولها، كما حدث سنة 63 خلال حرب الرمال الأولى التي استعملها النظام الجزائري لإخماد انتفاضة لفافاس، واستعملها النظام المغربي لضرب المعارضة بقيادة المرحوم مهدي بن بركة. ما يحدث اليوم هو ترشقات مقرفة بين رمطان العمامرة وعمر هلال يدخل في هذه الإطار، حيث أن المستفيد الوحيد سيكون النظامين والخاسر الأكبر سيكون الشعبين، هكذا تحدث شوقي بن زهرة. ونختم مع التغريدة أو التدوينة الأخيرة لفضيل بومالة والذي كتب: في الميزان يا سيد تبون، العفو يكون عن المذنبين لا عن الأبرياء من نشطاء الثورة السلمية ضحايا القمع والاعتقال والحبس على يد الآلة الأمنية القضائية، الإفراج عنهم غير كاف، بل يجب الاعتذار لهم وتعويضهم عن كل الأضرار النفسية والجسدية والمادية التي لحقت بهم، وأهم من الإفراج توقيف الاعتقالات الخارجة عن القانون والكف عن إيداع المسالمين الحبس وتلفيقهم التهم الباطلة تكريسا للطغيان ومحاولة إجهاض روح الثورة الشعبية، هكذا تحدث بومالة. وأضاف: الثورة الشعبية التي لن تتوقف وستنتصر لا محالة، الحرية لكل معتقلي الرأي والمساجين السياسيين، هكذا كتب فضيل بومالة. ونختم معه حلقة اليوم من تفاعل. أشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة، وكل عام وأنتم بخير.